مش مساله حسد، بس انا كان عندي عين ذهب كده كنت لابساها من ايام بابا الله يرحمه، يعني من سنه 91 وما بقلعهاش. فوجئت ان السلسله موجوده واللي مشبوكه فيها موجوده، بس العين نفسها مش موجوده، اتكسرت وقعت. يعني مش هي عين كده، عباره عن ان هي ذهب في مرصع كده، معروفه قوي، هتلاقيها في كل الصور، انا لابساها على طول، لابساها في كل الصور يعني. فاول ما جيت فوجئت ان هي تاني يوم حصل كده، وانا مش بؤمن قوي بالحسد، بس زعلت طبعا جدا، لكن قلت ايه، احسن ما كانت تبقى عيني انا. انا ممكن اعمل اي حاجه بس تبقى ليها فكره ايجابيه او كلام حلو او لايق علينا، اطفال كبار، الفكره هي اللي بتشدني لاي حاجه، لاي عمل. فكره مش بس في فكره الاغاني، فكره التمثيل والغنى والاطفال والكبار والحفلات انا بعمل حاجات متنوعه كتير. انا ما عنديش حته اللي هي ايه، ان انا تعميم، ما عنديش تعميم لاي حاجه. انا بحب اي حاجه اعملها تبقى ايجابيه، اما اعملها هتلاقيني رحت عامله على طول، لان انا الفكره زي ما بقولك بجد مش مساله عدم اسماء، الفكره هي اللي بتشد. وممكن هو انا ما عملت مع حميد، ما كان وقتها ما كانش هيحصل كده، يعني الفكره هي اللي شدت الليله والتصوير هو اللي جذب الناس، ولغايه هذه اللحظه الاغنيه شغاله حلو وبيحبوها الناس. عملت فيلم مع ايس كريم في جليم، نفس الشيء مع عمرو دياب، ما عملت مع محمد منير فيلم، يعني هي الفكره هي اللي بتشد، فكره التمثيل او الغنى.